جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول: أتيت للسعودية من أجل العمل، ولم يكن في بالي قط بأنني سيتم توزيعي لمكة من قبل الشركة بالرياض، والحمد لله مقيم الآن بمكة وعملت عمرة مرتين، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة من أجل والدي وأمي وهما على قيد الحياة؟ أفتونا بارك الله فيكم. اللي على قيد الحياة ما يعمل له إلا إذا كان عاجزا، عجزا مستمرا، عاجزا عن العمرة والحج عجزا مستمرا، فإنه يوكل من يحج عن حجة الإسلام ومن يعتمر عن عمرة الإسلام. أما الإنسان القادر والحي هذا لا يحج عنه ولا يعتمر عنه، بل هو يحج عن نفسه أو يعتمر عن نفسه. نعم.